انت لعبت الزمالك اكتر من مباراة، من وجهة نظرك مين افضل لاعب في الزمالك، او افضل لاعب في طريقتك، او من وجهة نظرك من قناعاتك؟ Vous êtes journaliste. Je ne vais pas vous répondre cette question. Mais je peux vous... انت صحفي، ده سؤال صحفي جدا. مش هجاوبك على السؤال ده بالطريقه اللي انت عايزها. انا بس كل اقدر اقوله ان احنا سعداء جدا ان في منافسين، فرقه قويه بتنافسنا زي الزمالك. احنا مش عايزين يكون افضل فريق بس في مصر، عايزين برضو بندور على منافسه، يبقى في نادي منافس لينا. وده هيكون لمصلحه كره القدم المصريه، ان يكون ليها منافس على مستوى عالي، مستوى قوي. واتمنى اشوف كره القدم المصريه تتقدم، اتمنى كل حظ سعيد للكره المصريه، وانا سعيد جدا ان الكره المصريه فيها فرق قويه على مستوى الاهلي والزمالك. هل بفرق النقاط في الدوري الممتاز لو استنى ما تكمل السؤال. هو قال ما جاوبكش على بتاع الزمالك، طب مين اللعيبه اللي بيعجبوك في مصر؟ ما هو كابتن، هو من بدايه السؤال قال انا مش هرد. هيقول مش هديك اجابه برضه. لان ده بصراحه لو موتوني مش هرد. الاجابه دي مش هتبقى كويسه بالنسبه لي، ما بحبش اجاوب على الاسئله دي. اه ممكن اجاوبك لو في ايام سبت ما بقتش مدرب في مصر، اقدر اجاوبك باريحيه اكتر. لا بس اكيد لفت نظرك لاعبين، ده على فكره مش سؤال محرج، يعني اكيد انت لما سالت، لو تسال مدرب برشلونه هيقول له بيعجبني في الدوري الاسباني كذا، لو تسال يورجن كلوب هيقول لك بيعجبني في الدوري الانجليزي كذا، فيعني اعتقد انت في لعيبه عجبتك، في لعيبه لفتت نظرك في الدوري المصري، وده شيء طبيعي يعني. شيفوتون كومان برضه مش هجاوب على سؤالك. بس بقول لك، احب اقول لك ان نادي الزمالك فيهم لعيبه كويسه جدا، فرقه قويه، وفي فرق كتير برضه في مصر، مش بس الزمالك، فرق برضه عندها المؤهلات اللي ممكن تكسب الالقاب. وانا سعيد جدا ان في فرقتين من اربع فرق في نهائي بطوله افريقيا، ممكن فريق مصر يكسب بطوله افريقيا، واتمنى طبعا الاهلي هو اللي يكسب اللقب الافريقي. بس مش هقدر اقول لك اسم لعيب محدد في نادي الزمالك او في نادي تاني مين يعني بيقصني على مستواه. انا بحب اركز على فرقتي اكتر من الفرق المنافسه ليا. انا بحب حاجه زي كده ممكن اتكلم بيها بشكل شخصي مع حد مقربين ليا، لكن لو بعمل لقاء في التلفزيون ما بحبش اعلن على الملأ مين اللعيب اللي شايفه كويس في فرقه منافسه ليا. طب نسال يا كابتن سؤال تاني. بلاش الزمالك. طيب مين اللاعب اللي ابهرك في الاهلي او مستواه فعلا افاق توقعاتك؟ دايما بحب اتكلم عن الفرقه، دايما بقول ان النجم فرقتي هو الفريق بالكامل. اللقاء ده في ناس هيتفرجوا على التلفزيون وهيشوفوا الحلقه ويتابعوا اجاباتي. انا عندي زي ما قلت لك، انا عندي لعيبه كتير كويسه، بس مش عايز اقول اسامي ناس محدده عشان ما اسيبش بعض لعيبه بالاحباط. انا اهم حاجه عندي الفيصل، عندي اداء اللعيبه في الملعب، واللعيبه اللي بتلعب وبتلعب بشكل اساسي معايا اكيد هم عارفين هم كويسين. وانا بحب اتكلم عن اللعيبه بتلعب معايا كفريق، ما بحبش اتكلم اقول اسماء. بس ده ما يمنعش ان في لعيبه عندي انا بصني مع مستوى على المستوى الشخصي مع مساعدين ليا، بس ما احبش اقولها في لقاء تلفزيوني، لان لو هبدا اتكلم عن لعيبه اثني على لعيبه او انتقد لعيبه ثانيه هضطر اثني على لعيبه كلها، ومش هواجه اي انتقادات لاي حد، لان اللعيبه فعلا كويسه وانا سعيد جدا بتعاملي معاهم الفتره. طيب عشان نقفل الملف ده، هل في علاقه تجمع بينك وبين باتريس كارتيرون مدرب الزمالك؟ يعني ما فيش علاقه شخصيه بيني وبينه. اتقابلنا مره لما لعبنا ماتش السوبر كاب في الامارات، كان ذوق جدا معايا، كان شخصيه كويسه جدا معايا. انا شايف طبيعي ان المفروض علاقه بين المدربين مع بعض، بس انا الانطباع اللي خدته عنه انه راجل منضبط جدا وراجل محبوب. يمكن هتناقشنا بس ثواني ما طولناش، بس ساب لي انطباع جيد جدا عنه. وكل واحد مركز الفرقه بيمرن فيها، ما حدش بيوصل على المدربين الفرقه الاخرى. شايف ان اداء الزمالك تطور معاه؟ الزمالك اقوى كتير، في بدايه الموسم كان مستوى الفرقه اقل اضعف، والمستوى قوي جدا الفتره الاخيره، ومستوى فني بقى اعلى بفضل فاتيس كارترون منذ قدومه للنادي.